هودي مسيحيين تنك. بدنا القانون، بدنا القانون، بدنا القانون. بالاخر تنك بتكبير. الواد عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية هون بجامعته. أوسعة موقتنا الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: ملف تمويل الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء عصرا، والمطارنة الموارنة يرفضون التمديد. هدوء في طرابلس واستنفار إسرائيلي على جبهة الجنوب بعد إطلاق كاتيوشا ليلا. عشرات حالات الإنذار جراء القصف الكيماوي على ريف دمشق حرستم. كتائب الأسد تقصف دمشق وريفها بالكيماوي والغازات السامة، ومواجهات طاحنة بين الجيش الحر وحزب الله في الغوطة الشرقية. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: نيمار رسميا إلى برشلونة مقابل 54 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني. عاد ملف الانتخابات النيابية إلى واجهة المتابعة قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبد عصرا لدرس مسألة تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وتمويل هذه العملية، في خطوة تأتي عشية انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات وفق القانون النافذ منتصف هذه الليلة. وفي ظل توقعات بتوجه سياسي لتأجيل الانتخابات، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات أمنية وسياسية، وضع المطارنة الموارنة سقفا لهذا التوجه من خلال تأكيدهم رفض أي تمديد لمجلس النواب، علما بأن بكركي ومعها بعبدة وعين التيني شكلت محور حركة سياسية لبلورة المواقف من الانتخابات. في هذه الأثناء يستمر تقديم طلبات الترشح في وزارة الداخلية قبل ساعات من انتهاء المهلة المخصصة لذلك، علما بأن الأنظار تبقى متجهة إلى موقف حزب الكتائب الذي يعقد عصرا اجتماعا لمكتبه السياسي في ظل عزوفه حتى الآن عن الترشح. وللوقوف على بورصة الترشيحات ننتقل إلى وزارة الداخلية، حيث مراسلتنا جوانا ناصر الدين. جوانا يعطيك العافية، يعني كيف انتهت هذه البورصة، وبالتالي في أي ساعة ينتهي المهلة المخصصة للترشح، وما هو الجديد فيها؟ نعم نجاة، على الرغم من أن كل المعطيات والمشاورات في البلد تشير إلى أن الانتخابات باتت في حكم المؤجلة، إلا أن وتيرة الترشيحات مرتفعة جدا، خصوصا كما ذكرت وأن ساعات قليلة تفصلنا عن إقفال باب الترشيحات والذي هو عند منتصف هذه الليلة. لا يمكن الحديث بعد عن رقم محدد، ولكن بحسب ما علمنا أن يوم الجمعة كانت أقفلت الترشيحات على 440 اسما، وهي اليوم استمرت بالارتفاع وتخطت 470 اسما. طبعا هناك شخصيات سياسية لم تكن تقدمت قبل ذلك، تقدمت اليوم بترشيحها، إن كان شخصيات مستقلة أو إن كان كتل نيابية صغيرة. نتحدث مثلا عن حزب التشناق الذي حكي أن نوابه أجوب بكرادونيو وغيرهم تقدموا بترشيحاتهم، إن كان عبر مستشارين سياسيين أو محامين إلى وزارة الداخلية. أيضا علمنا أن الزميلة مي شدياق قدمت أوراقها إلى وزارة المالية، ومن المفترض أن تقدم ترشيحها بعد قليل، لا نعلم إذا كانت ستأتي شخصيا أو عبر مندوب لها. أيضا الجماعة الإسلامية. إذن هذه هي يعني باختصار الترشيحات التي تجري اليوم. طبعا ننتظر موقف حزب الكتائب، على الرغم من أن مصادر في الحزب كما أكدت لتلفزيون المستقبل بأن اتجاه الحزب هو لمقاطعة الترشيح، طبعا في ظل المعطيات التي تشير إلى تمديد عمل المجلس النيابي، وبالتالي لا حاجة إلى تقديم الترشيحات إلى وزارة الداخلية. على كل أجواء الصباح وحتى هذه الساعة نستعرضها في هذا التقرير. بورصة المرشحين للانتخابات النيابية تخطت 400 قبل ساعات قليلة على الساعة الصفر من ليل الاثنين الثلاثاء، حيث يقفل باب الترشيحات. وللمفارقة، أبرز مرشحي اليوم الأخير عراب مشروع القانون الأرثوذكسي الوزير السابق إلي الفرزلي الذي تقدم بترشيحه وفق القانون النافذ أي 60. من الشخصيات السياسية التي تقدمت بترشيحها شخصيا أو عبر محاميها أو مستشاريها السياسيين رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض ويوسف دويهي،
الوزير جابي ليون، الوزير السابق ماريو عون، النائب طلال أرسلان، والوزير مروان خير الدين ومروان أبو فاضل، رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، القاضي نصري لحود، أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، رئيس حزب التيار العربي شاكر برجاوي، والنواب السابقون أنطوان حداد، مصطفى حسين وزاهر الخطيب. المستقل بيكون عم يجرب حظه، إنما اليوم لبنان معصوم معروف، فرقاء وفي تكتلات، ونحن من كتلة يعني كنا مع بعضنا الدورة الماضية، وإن شاء الله بنكون مع بعضنا هالدورة. نحن فقلنا جذورنا وقلنا تاريخنا، ونحن موجودين بجرد جبال ومتأملين أنه نكون أكيد بلوائح أساسية. مني مستقل، في رابط اجتماعي كتير كبير، وفي خطوط سياسية عريضة، وفي وجوه جديدة بدأت نشوفها إن شاء الله بقضاء جبال، لأن قضاء جبال يعني بحاجة للوجستية جيدة من الإنماء والخدمات. الساعات الأخيرة لتقديم الترشيحات لن تحمل أي جديد، خصوصا وأن كل الكتل النيابية تقدمت بترشيحاتها، وتبقى كتلة الكتائب بانتظار ما سيصدر عن اجتماع مكتبها السياسي، وإن كانت مصادر من داخل الحزب ترجح التوجه نحو المقاطعة. أود الإشارة نجاة في الختام إلى أن لافت هذا العام أو في هذه الدورة من الترشيحات هو إقبال الفنانين، إن كان ممثلين أو حتى مغنيين أو عارضات أزياء على الترشح لهذه الانتخابات. نجاة، شكرا جوانا. المطارنة الموارنة طالبوا بعدم إقرار أي تمديد للمجلس النيابي أو تحديد أي موعد للانتخابات قبل أن يعمل هذا المجلس على إقرار قانون جديد لها. التطورات الأمنية والسياسية تطرق إليها المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك بشار الراعي. المطارنة أشاروا إلى أن المشاركة المباشرة من بعض الأطراف في الصراع داخل سوريا تشكل نيلا من سيادة الدولة، داعين إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح للجميع. يطالب الآباء المسؤولين السياسيين بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وإنهم يطالبون بعدم إقرار أي تمديد للمجلس النيابي أو تحديد أي موعد للانتخابات قبل أن يعمل هذا المجلس على إقرار قانون جديد لها. يتابع الآباء بقلق تطور الأحداث الأمنية على الحدود السورية وفي الداخل اللبناني، ومن مشاركة مباشرة في صراعات الداخل السوري من أي جهة أتت، وهم يعتبرون ما يحدث خروجا صريحا على الميثاق الوطني وعلى إعلان بعبدة الموافق عليه من المكونات اللبنانية المعنية. المطارنة نشهد جميع السياسيين الكف عن حملات التجريح والتخوين، معتبرين أنها لغة لا تساهم إلا في إثارة الأحقاد الدفينة وتستحضر ماضيا حمل المآسي والويلات. وفي بكركي بحث البطريرك الراعي التطورات الراهنة مع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي. وقبل انعقاد مجلس الوزراء عصرا لمناقشة ملف الانتخابات، بحث رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي تحضيرات الوزارتين في هذا المجال. كذلك اطلع سليمان من وفد من تيار المستقبل ضم النواب عاطف مجدلاني وباسم الشاب وخضر حبيب وأمين وهبي على موقف تيار المستقبل من الشأن الانتخابي، خصوصا في ظل الاتصالات الجارية بهذا الشأن. النائب أحمد فتفت أكد أن تيار المستقبل لا يزال على موقفه لجهة القبول بتمديد تقني قصير لإجراء الانتخابات، وأشار في اتصال مع برنامج كلام بيروت إلى أن من يرغب بالتمديد معروف من أول الطريق وهو حزب الله. نحن مع تمديد قصير التقني ومرتبط بإقرار قانون الانتخابات، ولكن نعم. نحن ندرك تماما أن هناك ضغط كبير جدا وضغط أمني، حتى هناك فعلا من يسعى عبر الضغط الأمني في طرابلس هو بإطلاق صواريخ باتجاه الضاحية، يسعى فعلا لفرض التمديد ولتحقيق مكاسب سياسية معينة، والطرف الذي يريد التمديد كان واضحا منذ البداية هو حزب الله والرئيس بري. نحن نعم. في تشاور دائم مع حلفائنا، وسنقرر بالتعاون مع حلفائنا في كل قوات العشادار، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، مسيحيين مستقلين، مع الجميع. لن يكون لدينا موقف منفرد في هذا الشأن بأي شكل من الأشكال.
في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب سامي الجميل وعرض معه الموقف من الانتخابات. بري أجرى أيضا اتصالات هاتفية برئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس أمين الجميل. ومن معراب دعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إلي كيروز النائب ميشيل عون إلى عدم السير بقانون الستين والتوجه إلى جلسة عامة للمجلس النيابي يتم التصويت فيها على قانون جديد. أتوجه إلى العماد ميشيل عون وأدعوه إلى عدم السير بقانون الستين. هذا القانون الذي وصفه هو نفسه بأظلم قانون عرفه التاريخ، فهل استسلم العماد ميشيل عون وقبل السير بأسوأ قانون عرفه التاريخ؟ وأقول لا تسهل إقرار قانون الستين، لا تنقلب على موقفكم من قانون الستين، فهل تخليتم وتنازلتم عن شعاركم الذي أسقط حكومتكم لا أشرف ولا إشراف؟ مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني شدد في رسالة وجهها إلى اللبنانيين على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يضمن التنوع في التمثيل بين الطوائف، رافضا العودة إلى قانون الستين. ندعو الرئيس نبيه بري إلى العمل فورا على إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم العودة إلى قانون الستين، ونحذر في نفس الوقت من اعتماد قاعدة الغموض البناء في النتائج في القانون الجديد. أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ألا بديل للبنانيين عن الدولة، الملاذ الوحيد الذي يستطيع مختلف الفرقاء اللجوء إليه بعيدا عن سلوكيات الاستفزاز والشحن والتوتر الذي يستدعي الفتنة والتناحر ويؤدي إلى الويلات على كل المستويات. جنبلاط وخلال إدلائه بموقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء لفت إلى أن حجم التطورات الإقليمية لا سيما ما يتعلق بالأزمة السورية تحتم على اللبنانيين التحلي بمستويات عالية من العقلانية والهدوء والصبر لتلافي الانتقال للمفاعيل السلبية لهذا الصراع إلى داخل لبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب الابتعاد عن التهور والتسرع والاقتراب أكثر فأكثر من مشروع الدولة الكفيلة وحدها بتبديد هواجس الأطراف المختلفة. وشدد جنبلاط على أن الركون إلى الدولة ومؤسساتها وأجهزتها القضائية والأمنية التي هي موضع ثقتنا التامة هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله ضبط أي أحداث مخلة بالأمن والسلم الأهلي، أسوة بما حدث في اليومين الماضيين بإطلاق الصاروخين باتجاه الضاحية الجنوبية. يستنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على طول الحدود الجنوبية في أعقاب سقوط صاروخ كاتيوشا ليلا في محور المطلي، في حين عمد الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل إلى رفع وتيرة أعمال المراقبة تحسبا لأي تطورات عسكرية. عادت الحدود اللبنانية الجنوبية إلى دائرة الضوء مع الإعلان عن إطلاق صاروخ ليلا من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. الحدود الهادئة نسبيا توترت غداة هذا الحادث، وشهدت المنطقة الحدودية الفاصلة بين لبنان والأراضي المحتلة تحركات عسكرية ودوريات مؤللة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ودوريات للاحتلال في الجهة المقابلة. التفاصيل الواردة تفيد عن سماع دوي إطلاق صاروخ قرابة منتصف الليل، فيما ترجح مصادر أمنية أن يكون مصدره من منطقة وعرة واقعة بين بلدتي برج الملوك ودرمماس المحاذية لمجرى نهر الليطاني في قضاء مرجعيون. وإذ باشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والقوى الأمنية اللبنانية تسيير الدوريات والتحقيقات المكثفة التي ما زالت جارية لمعرفة حقيقة الأمر، سيرت قوات اليونيفيل دوريات مؤللة على طول الطريق المحاذي للسياج الشائك الذي يفصل بين لبنان والأراضي المحتلة انطلاقا من محور العديسة وصولا حتى مرتفعات كفرشوبة وشبعة وفي العديد من القرى والبلدات لاسيما في قضاء مرجعيون والعرقوب، عملوا خلالها على مراقبة المنطقة والتحركات الإسرائيلية في الجانب المحتل.
وفي المقابل سيرت قوات الاحتلال الإسرائيلي دوريات مؤللة على طول الطريق الترابي المحاذي للسياج الشائك انطلاقا من محور مسكف عام المطلي وصولا حتى محور الغجر المحتلة والجانب المحتل من بلدة العباسية، كما قامت جرافة بأعمال الجرف وإقامة السواتر الترابية عند الطريق الذي يربط بين موقع الحماري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب المحتل من بلدة العباسية، وذلك في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي الذي خرق حرمة الأجواء اللبنانية منفذا طيرانا دائريا فوق مناطق مرجعيون والعرقوب وحصبية. يسيطر الهدوء على مختلف محاور الاشتباكات التقليدية في طرابلس، وتشهد شوارع المدينة حركة سير شبه طبيعية. وننتقل مباشرة إلى عاصمة الشمال مع عمر حرقوس. عمر، يعني هل نستطيع فعليا أن نفهم لماذا هدأت، وهل يمكن أن تعاد هذه الأحداث مجددا، وبالتالي هل هي هدنة، هل هو وقف إطلاق النار، أم هل هو اتفاق فعلي؟ نعم نجاة، حتى الآن يمكننا أن نعتبر ما يحصل هو هدنة، وما على الأرض الجميع من الأهالي يعتبرون أن الأمر يتوقف بعد ساعة، بعد أيام، بعد شهر، لا يعلمون ماذا سيحصل، لكنهم حتى الآن اليوم تعيش منطقتي باب التباني وجبل محسن حالة هدوء تام. الجيش اللبناني سير دورياته في شوارع المنطقة تثبيتا لوقف إطلاق النار، فيما فتح عدد من المحال التجارية أبوابه وبدأ أصحابها إزالة الأضرار وتقدير مدى الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم جراء القصف والرصاص الحارق. أما المدارس فقد فتح بعضها أبوابه للتلاميذ، وهي مدارس قليلة في المدينة، فيما فضل البعض الآخر انتظار يوم غد الثلاثاء لكي تفتح أبواب المدارس في طرابلس. من جهتهم أصحاب المنازل المدمرة في منطقة التبان وجبل محسن ناشدوا الهيئة العليا للإغاثة التحرك سريعا لتقدير مدى الأضرار ودفع المستحقات المالية السابقة والحالية، يعني في الجولات السابقة لم يدفع لهم، والآن في هذه الجولة أيضا تدمرت منازلهم، وخصوصا من تدمرت منازلهم نهائيا. إذن طرابلس تعيش على وقع الهدوء الحذر بانتظار حل نهائي للنزيف القائم بين التبانة وجبلها. نجاة، شكرا عمر. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. بلاي تعتبر إراقة دماء السوريين إهانة لا تطاق للضمير الإنساني. أهلا بكم من جديد. سقط أكثر من 40 قتيلا بنيران كتائب الأسد التي صعدت قصفها الوحشي على مناطق سورية عدة باستخدامها الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد المدنيين في العاصمة وريفها، في وقت خاض الجيش الحر معارك طاحنة مع حزب الله في القصير بريف حمص والغوطة الشرقية بريف دمشق. القذائف الثقيلة لم تشف غليل نظام الأسد لقصف شعب يطالب بالديمقراطية، فاستخدم مرة جديدة السلاح الكيميائي والغازات السامة ضد المدنيين في أحياء دمشق وريفها. عشرات حالات الإخمار جراء القصف الكيماوي على ريف دمشق حرستان. ناشطون كشفوا أن كتائب الأسد وزعت أقنعة واقية على أفرادها في دمشق وريفها قبل استخدام هذا السلاح. وفي العاصمة أيضا واصلت كتائب الأسد قصفها بالمدفعية الثقيلة الأحياء الجنوبية والشمالية، واشتدت وتيرة الاشتباكات في حي برزة وفي محيط ثكنة المشارقة في حي جوبر. وفي الريف الدمشقي شهدت أحياء الزبداني والغوطة الشرقية قصفا متقطعا، وسقط صاروخ أرض أرض على مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، فيما استهدف الثوار حاجز الفاخوخ في القلمون ورتلا عسكريا قرب مدينة النبك. شبيهات حزب الله في منطقة السيدة زينب. وهذه الصور بثها ناشطون على الانترنت يقولون فيها إنها لحظة اقتحام الثوار اللواء أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب. وذكرت شبكة سان الثورة اندلاع مواجهات عنيفة في الغوطة الشرقية بين الجيش الحر وعناصر من حزب الله. وإلى حمص أغار الطيران الحربي على تلبيسة والحولة، وتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على الرستن والغنط والدار الكبيرة.
كتائب الأسد دكت بالمدفعية الثقيلة أحياء القصير، فيما لا تزال عمليات الكر والفر بين الثوار ومسلحي حزب الله على أكثر من محور. وفي درعا تجدد القصف على أحياء طريق السد ومخيم النازحين، واستهدف الثوار حاجز البيانات، وسجلت معارك ضارية قرب المستشفى الوطني. وعلى وقع القصف العشوائي على أحياء إدلب أغار الطيران الحربي على الرقة، وسقطت الصواريخ على أحياء دير الزور التي شهدت مواجهات في حيي الصناعة والجبيلي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها تميم الشامي. سيد تميم، يعني كيف يبدو الجو في دمشق وريفها هذا اليوم، خاصة في ظل الحديث عن اشتداد المعارك؟ نعم، السلام عليكم. بداية مع جبهة حرستا المشتعلة التي استطاع فيها الثوار السيطرة على 4 حواجز مطلة على أوتوستراد دمشق حمص، وهي هذه الحواجز التي يستطيع الثوار من خلالها يعني السيطرة على هذا الأوتوستراد الذي يرسل تعزيزاته العسكرية باتجاه حمص والقصير، فيما يستميت النظام لاستعادة هذه النقاط. فدارت اشتباكات ليلة الأمس دمر من خلالها الثوار أكثر من 5 دبابات و3 عربات BMW وعربة شيلكا، فقام النظام باستخدام الورقة الأخيرة التي باتت بين يديه بالأسلحة الكيماوية، فقصف حرستا بسلاح كيماوي سقط خلاله 6 شهداء على الفور وأكثر من 70 مصابا بتلك المواد الكيماوية. كما استخدم هذه المواد في حي جوبر الدمشقي والقابون وعشرات الإصابات، وهناك إصابات وصلت إلى حي القصور وشارع بغداد وسط العاصمة دمشق، ووصلت هذه يعني المصابين وصلوا إلى المشافي، ووسط تعزيزات أمنية أرسلت إلى هذه المشافي ليتم التكتم عن هذا الحديث. وايضا يعني وصل اجمالي الاصابات الى اكثر من 100 مصاب في تلك المناطق، ولوحظ استخدام الاقنعه الواقيه في حي جوبر دمشق في حي جوبر الدمشقي قبل استخدام هذه المواد، بالاضافه الى منطقه البحاريه جنوب الغوطه الشرقيه التي استخدم فيها النظام تلك المواد تمام الساعه الواحده ليلا. وهنا لدينا وقفه نريد التنويه الى ان هذه الجبهه يحشد لها النظام وقوات حزب الله بشكل كبير جدا في محاوله اقتحام الغوطه الشرقيه بعد ان سقط أكثر من 10 مناطق بيد النظام بوجود حزب الله في تلك المناطق، وقيادة روسية تقوم بقيادة هذه المعركة في منطقة المرج، وهذه المعركة التي أطلق عليها النظام اسم معركة دبيب النمل، والتي يقوم من خلالها بقصف المناطق بوابل من القذائف بالهاون وراجمات الصواريخ والدبابات التي تحيط بالمناطق قبل يعني الدخول إليها، وسط يعني القصف بالكيماوي عند محاولة الدخول إليها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في تلك المناطق. معركة الفرقان ما تزال مستمرة، لكن هناك بعض الكتائب التي توجد في المناطق المحررة ولا تتوجه إلى تلك الجبهات، إنما تعتمد على التصوير والتشبيح في هذه الثورة. لذلك قيادات الجيش الحر المرابطة في الجبهة توجه نداء لكل الكتائب المقاتلة الابتعاد عن المناطق المحررة والآمنة والتوجه إلى خطوط الجبهات للمشاركة في هذه المعركة، فهي معركة أن نكون إما أن نكون وإما أن لا نكون. هذه معركة تطهير عرقي يحاول النظام السوري بوجود حزب الله أن يقومون بتطهير الغوطة الشرقية عرقيا وقتل كل السنة الموجودين في تلك المناطق. الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها تميم الشامي، شكرا جزيلا لك. لليوم 5 على التوالي يواصل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاته في مدينة اسطنبول التركية، حيث سيحاول الاتفاق على موقف رسمي لجهة المشاركة في مؤتمر جنيف 2 من عدمها. وكان الائتلاف صوت على ضم 8 معارضين جدد إلى عضويته بعدما نالوا أكثرية 2/3 في عملية التصويت. الائتلاف الوطني السوري يمدد يوما إضافيا اجتماعاته في اسطنبول بعد 5 أيام من المحادثات الشاقة، سعيا إلى انتخاب لائحة من 22 شخصية معارضة للانضمام إلى الائتلاف. عملية التصويت على عضوية المرشحين أفضت إلى اختيار 8 أسماء فقط، نال كل منهم 2/3 الأصوات، وهم ميشيل كيلو، أبو الخير شكري، أنور بدر، أيمن الأسود، جمال سليمان، علي منصور، ونور الأمير، وفرح الأتاسي التي اعتذرت عن عدم انضمامها إلى الائتلاف لخلافات داخلية. ويبقى على جدول أعمال الاجتماع انتخاب رئيس جديد للائتلاف ومناقشة تشكيلة حكومية والاتفاق على المشاركة أو عدمها في مؤتمر جنيف 2 وشكل هذه المشاركة. وفي بيان بعد اجتماعه دعا الائتلاف مقاتلي حزب الله إلى الانشقاق، مؤكدا حرصه على السلم الأهلي في لبنان، وأبدى استهجانه لدعوة السيد حسن نصر الله إلى
نقل أي خلاف داخل لبنان إلى سوريا. وخارج مقر اجتماع الائتلاف تظاهر العشرات من السوريين رافعين مطالب المعارضين المبدئية من النظام. نحن نطلب بمن يمثلنا ويدعي تمثيل الشعب السوري أن يرقى إلى مستوى الدماء السورية، لا أن يتصارع عن الكراسي والحصص، لا نقبل بهذا. نحن مع الشعب. من قلب الشعب. أنا مع الشعب وإلى الشعب، ولن نتنازل عن قضيتنا ولا سنتي ولا شبر واحد. سنمضي في النضال حتى نسقط هذا النظام المجرم ونقيم نظاما ديمقراطيا تعدديا بدلا منه. كما رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب المعارضة السورية بتركيز محادثاتها على الصراع الدائر في سوريا بدلا من تحديد المواقع السياسية. بدأ في بروكسل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحث خصوصا مسألة رفع حظر الأسلحة عن سوريا، إضافة إلى توسيع حزمة العقوبات على نظام بشار الأسد والتي تنتهي في 31 من أيار الجاري. حط الملف السوري رحاله على طاولة الاتحاد الأوروبي في بروكسل من جديد، وإنما هذه المرة لإجراء مشاورات حول قضية خلافية تتمثل بتوريد محتمل للأسلحة إلى المعارضة السورية. وفي حال لم يتمكن الوزراء من التوصل إلى اتفاق، فإن كل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ستنتهي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وتطالب بريطانيا على وجه الخصوص بالسماح بتوريد أسلحة للمعارضة في سوريا، حيث دعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتعديل حظر السلاح كي تتمكن بعض دول الاتحاد من إمداد بعض جماعات المعارضة بالسلاح، وإلا فإن كل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها. وفي البحث عن حل وسط، اقترحت الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السماح بتوريد أنواع معينة من الأسلحة أو تحديد جماعات معينة تورد لها الأسلحة. ومن المتوقع أن يمدد الاتحاد الأوروبي الحظر من دون تعديلات لفترة وجيزة بانتظار نتائج مؤتمر جنيف الشهر المقبل بين النظام السوري والمعارضة. وينقسم أعضاء الاتحاد الأوروبي بين دول تؤيد فرض عقوبات جديدة على سوريا وأخرى تطالب برفع الحظر المفروض على الأسلحة بالكامل لدعم المعارضة السورية، إلا أن هذا الرأي تعارضه دول أوروبية عدة، فيما تدعو دول أخرى إلى تعديل العقوبات الحالية ورفع جزئي ومشروط لحظر الأسلحة بشكل يمنع وصولها إلى متطرفين. اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بلاي أن إراقة الدماء والمعاناة المتصاعدة في سوريا أصبحت إهانة لا تطاق للضمير الإنساني. وأضافت في افتتاح الدورة 23 لمجلس الأمم المتحدة في جنيف أن ما بدأ في سوريا كاحتجاجات غير عنيفة تصاعد وتحول إلى حرب أهلية وحشية وطائفية، حيث وصلت انتهاكات حقوق الإنسان إلى أبعاد مروعة وتم تجاهل القانون الدولي والحياة البشرية بشكل صارخ. كما جددت بلاي مطالبة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، رافضة السماح لجرائم الحرب التي ترتكب في سوريا أن تمر من دون عقاب. بدأت إسرائيل أسبوع حماية الجبهة الداخلية التي يطلق عليها اسم نقطة تحول 7 ضمن مناورات عسكرية ضخمة تهدف إلى اختبار استعداد الاحتلال الإسرائيلي لأي هجوم بأسلحة غير تقليدية. في إطار المناورة السنوية لما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، انطلق تدريب نقطة تحول 7 بهدف اختبار مدى الجهوزية في التعامل مع احتمال استهداف المناطق السكنية بصواريخ كيماوية وغير تقليدية من سوريا ولبنان وقطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي. التدريبات سيتخللها إطلاق صفارات الإنذار على مدى 90 ثانية ولمرتين يوميا، الأولى عند 12:30 ظهرا والثانية بعد الساعة 7 مساء. ويطلب من المواطنين دخول الغرف الآمنة لدى سماع عدوي الصفارات والبقاء فيها لمدة 10 دقائق. وخلال التدريب العسكري سيتم للمرة الأولى استخدام شامل لأجهزة الإنذار التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك من خلال رسائل عبر الهواتف الخليوية واختراق شبكات التواصل الاجتماعي وسلطات البث. وتحاكي سيناريوهات المناورة العمل في مباني مدمرة في مناطق مختلفة، كما تحاكي إصابة مبنى الكنيسة
صاروخ دقيق، وحتى لا تقع بلبلة في صفوف الإسرائيليين فإن صفارات الإنذار ستنطلق مرات عدة متتالية في حال اندلعت حرب حقيقية أثناء التدريب. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الأحد الماضي انطلاق المناورة الجديدة معلنا حالة طوارئ لمدة أسبوع. وزير الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردن طلب من الإسرائيليين المشاركة بشكل فعال في المناورة وتحديد الحيز الآمن القريب مسبقا. وقال أردن إن القبة الحديدية لا تستطيع أن توفر الحماية الكاملة من آلاف الصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية والتي قد تطلق من سوريا ولبنان وقطاع غزة. النشرة بعد الفاصل. الحريق يتجدد في جبل النفايات في صيدا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. ملف تمويل الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء عصرا والمطارنة الموارنة يرفضون التمديد. هدوء في طرابلس واستنفار إسرائيلي على جبهة الجنوب بعد إطلاق كاتيوشا ليلا. كتائب الأسد تقصف دمشق وريفها بالكيماوي والغازات السامة ومواجهة طاحنة بين الجيش الحر وحزب الله في الغوطة الشرقية. اتهم النائب بطرس حرب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بالسعي للتمديد لنفسه في منصبه، وتوجه حرب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرتباوي مستفهما عن الدعوى الجزائية التي سبق أن رفعها ضد القاضي ماضي منذ عدة أشهر، وتساءل كيف ستسير العدالة إذا كانت دعوى جزائية تقدم بها نائب ضد قاض ارتكب جريمة ضده ولم تتم إحالة الدعوى للنظر بها واتخاذ تدبير بشأنها فيما ينام عليها وزير العدل ويبقيها في جارور مكتبه. شؤون دار الإفتاء في صيدا وتطورات الراهنة بحثها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان على رأس وفد من المجلس الشرعي. التقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجولينا إيكهارت العلامة السيد علي الأمين، وكان بحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. جهد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في تبرير تدخله في أتون النار السورية، محاولة غير ناجحة لتبرير ما يمكن أن يحصل من انعكاسات للمعركة على الأرض اللبنانية. تقرير شرب العبود. لا يشبه نصر السيد الموعود ما سبقه من انتصارات، فلا الأرض أرض لبنان ولا العدو عدو العرب ولبنان. وبالرغم من ذلك جهد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في تبرير تدخله في آتون النار السورية، غير آبه بما بقي من دولة وبإرادة كثير من اللبنانيين. يصر حزب الله على زج لبنان في معركة كلفت الكثير من القتلى حتى الآن، والأمل بأن لا تكون صواريخ الضاحية اليوم أولى بشائر ما يمكن أن تحمله الأيام من نتائج لفتوحات حزب الله. النصر على من؟ النصر على إسرائيل؟ على أعداء الأمة العربية؟ أما النصر على الشعب السوري؟ ولو حاول السيد حسن أن يصف الشعب السوري بأكمله بأنه من التكفيريين، وبالتالي أن هناك يعني إذن وتكليف بقتل هذا الشعب، هذا كلام كان مستهجن، كان مرفوض ولن يمر مع أحد لا في لبنان ولا في العالم العربي. إنما هذا الكلام أيضا لا يبرر ما سمي أنها ردود فعل، ولا أظن أنها ردود فعل، أضعها أكثر في مكان الاستفزاز ومحاولة ضرب الاستقرار اللبناني. هذه صواريخ قصفت على الضاحية من فوق الوفاق الوطني. حتى الرأس انغمس حزب الله في الوحول السورية، والسؤال هل يستدرك الحزب؟ المطلوب من حزب الله أن يستدرك الأعظم، والأعظم هو الانغماس أكثر وأكثر فيما سيقع حتما في خانة
الحرب الأهلية العربية، الحرب الأهلية الإسلامية. طبعا نحن نحاول أن نحفظ لبنان منها، أن نحمي لبنان منها، ولكن دعوة إلى الاقتتال في سوريا، دعوة إلى اللبنانيين للاقتتال في سوريا، هي دعوة غير مباشرة إلى اللبنانيين للاقتتال في لبنان، وهذا غير مقبول به لا في سوريا ولا في لبنان. قد تصمد القصير أو قد تسقط، ولكن السؤال ماذا بعد القصير؟ هل يوسع الحزب انتشاره أم يتحول إلى قوة احتلال للمدينة؟ مهرجان ربيع بيروت، تحية سنوية لسمير قصير. في الساحة التي أصبحت رمزا للحرية والديمقراطية والحقوق الإنسانية، في ساحة شهيد الصحافة والقلم الحر سمير قصير، تجمع الصحفيون تخليدا لذكراه تحت عنوان ربيع بيروت. هو العنوان المقتبس من أحد أشهر مقالات قصير التي كان قد نشرها قبل اغتياله، والتي استشهد لأجلها في طريق نضاله الطويلة ضد نظام القمع الأسدي بين 26 أيار 2013 و31 منه. ستحيي مؤسسة سمير قصير فعاليات عدة تتضمن عروضا موسيقية ومسرحية، انطلاقا من إيمانها بأن الفن هو الطريق الأمثل للتسامح. لليوم الثاني على التوالي تجدد اندلاع الحريق في جبل نفايات في صيدا بعدما ساهمت سرعة الهواء في اتساع رقعته. الحريق الذي غطت سحب الدخان الناجمة عنه سماء المدينة، عملت فرق الإطفاء التابعة لبلدية صيدا والدفاع المدني على إخماده. تتابعونا في نشرة بعد الفاصل. أمر ملكي سعودي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيين الأمير متعب وزيرا لها. أهلا بكم من جديد. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم وزارة الحرس الوطني وتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني. الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني هو ثالث أبناء العاهل السعودي وولد العام 53 في الرياض. تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي بين الرياض وجدة، ثم التحق بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة عام دراسي واحد قبل أن يقرر دخول المجال العسكري. التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا وتخرج فيها برتبة ملازم، وعين فيما بعد بمدارس الحرس الوطني العسكرية بالرياض. تدرج الأمير متعب بن عبد الله في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عميد، ثم التحق بكلية القيادة والأركان في الرياض وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية قبل أن يرقى إلى رتبة لواء. وفي العام 90 عين نائبا لرئيس الجهاز العسكري في رئاسة الحرس الوطني السعودي، إضافة إلى عمله كقائد لكلية الملك خالد العسكرية. في العام 2000 عين نائبا لرئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية قبل أن يتولى تدريجا رئاسة الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، ومن ثم عين وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني قبل أن يصدر الأمر الملكي الأخير بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيينه وزيرا لها. جرح 5 أشخاص خلال تفريق الشرطة اليمنية متظاهرين من الحراك الجنوبي حاولوا إفشال جلسة للحوار الوطني في عدن، وتجمع المتظاهرون أمام الفندق الذي تلتئم فيه جلسات الحوار وطلبوا بانفصال الجنوب ملوحين بأعلام الدولة الجنوبية السابقة، ثم حاولوا اقتحام الفندق. وكان الحوار الوطني انطلق في أذار الفائت ل6 أشهر بهدف إعداد دستور جديد والتمهيد لإجراء انتخابات في اليمن. اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن تسريب الأسلحة من ليبيا إلى الكثير من الدول الإفريقية تشكل تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة. البشير وفي حديث إلى محطة فرانس 24 ذكر بأن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي سلح عددا كبيرا من أبناء القارة الإفريقية لمساندته ضد التمرد الذي كان يستهدف الإطاحة به،
وردا على سؤال عن المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وصف البشير هذه المحكمة بأنها سياسية وواحدة من أدوات الاستعمار القديم الذي يتجدد على شكل مؤسسات لترهيب القادة الأفارقة. أوقفت الشرطة الفرنسية نحو 300 متظاهر خلال مسيرة في العاصمة باريس احتجاجا على دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. التظاهرات بدأت سلمية قبل أن تندلع أعمال عنف عندما ألقى محتجون زجاجات حارقة وقنابل دخانية على عناصر الشرطة التي استخدمت بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. يذكر أن مدينة مونبلييه الساحلية الفرنسية ستشهد الأربعاء المقبل أول زواج رسمي بين رجلين مثليين في فرنسا. وفي مدينة كان الفرنسية فاز فيلم حياة أديل للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بدورته 66. ويتناول الفيلم قصة حب جارف بين امرأتين مثليتين كما لم يسبق أن عالجته السينما. وقد عجز كشيش عن الكلام عندما صعد إلى خشبة المسرح لتسلم جائزته، ولكنه عاد وأهدى الفوز لشباب تونس مشيدا بصمودهم في انتفاضات الربيع العربي. لحظات قليلة ونكون مع الفقرة الرياضية.